نحاول التمثيل أكثر من حاجة 18، ما ممكن نشتغل عندنا طرفة عين. ثم أي إنسان، أي واحد يسأل لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا هذه الدورة في التوحيد؟ تقول له تعالى خلقك الله سبحانه وتعالى حتى تكون واحد؟ تقول نعم. وأعلمك الله سبحانه وتعالى أن لا يقبل أي عمل بالتوحيد؟ تقول نعم. وأعلمك الله سبحانه وتعالى أن يدخل الجنة إلا موحد؟ نعم. هل أنت موحد؟ قل نعم أنا موحد. تقول طيب تعال اشرح لي هذا التوحيد الذي أوجب الله عليك وجعلنا أوجب الواجبات وأول الواجبات ولا أقبل أي عمل به ولا أدخل الجنة إلا موحد. وتدعي أنك واحد، ما هو التوحيد؟ إذا عرف فهو، وإذا لم يعرف فشهادة الموحد شهادة زور. نعم، فالذي لا يعرف التوحيد هل هو موحد؟ لا. تسأل ما هو التوحيد الذي أوجب الله عليه؟ ثم أيضا تقول تعالى هل أنت مشرك؟ قل أعوذ بالله لست مشرك. حرم الله عليك الشرك؟ تقول نعم. أعظم من كل محرم؟ نعم. وأعلمك الله سبحانه وتعالى أن صاحب الشرك الأكبر نسأل الله السلامة والعافية إذا مات عليه فهو مخلد خلد أبدي في النار؟ تقول نعم. ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك؟ إذا عرف شرح بما جاء في كتاب السنة فهذا معنى أن نعرف الشرك وهو يعني بإذن الله ليس مشرك، لكن إذا لم يعرف الشرك وين هذا؟ أين هذا القطع؟ هذا أعطيني جواب. الصدق من جاء أخوانا كعب بن مالك صدق في أكثر من هذا. جهاز وين هذا؟ أعطونا جهاز. سبحان الله. لا أحد؟ طيب. فهذا الذي لا يعرف الشرك، لعله واقع في الشرك وهو لا يدري عنه. صحيح؟ وكيف يحرم الله سبحانه وتعالى شيء؟ يعني عند هذا أحرم كل محرم وهو لا يدري عنه. إذا هذا معناه أنه لعله واقع في الشرك وهو لا يدري عنه. قال لي رجل بالأمس القليل قال لي لماذا تفقد الطلاب هذا الطلاب وجع يا اخي تألف قلوب الطلاب هذا مؤلف قلوبهم. قلت يا اخي هل المسلمين؟ قال لا مسلم. قلت انا سألهم عن التوحيد ما سألتهم عن الصيام ولا عن سألتهم عن التوحيد. اذا ما عرف التوحيد معناه لست موحد ليس موحدين شهادة الزور انا موحد. أهم عليك أهم ما عليك هو معرفة التوحيد. إذا هذا لماذا ندرس التوحيد؟ هذا أهم سؤال. طيب لماذا ندرس التوحيد؟ هذا السؤال الأول قبل البدء من دراسة الصلاة والسلام. لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس متن الأصول الثلاثة بإذن الله سيدنا؟ لماذا؟ يقول أنا مقر أني لا بد أن أتعلم التوحيد وخلقت من أجل، لكن كتب كثيرة مؤلفة في التوحيد. لماذا لا ندرس متن الأصول الثلاثة؟ لماذا لا ندرس كتاب التوحيد؟ لماذا لا نبدأ بكتاب التوحيد؟ لماذا لا نبدأ مثلا بالواسطية بالحموية بالتدمرية لمعة الاعتقاد؟ كتب كثيرة مؤلفة التوحيد. يا أخي لماذا لا ندرس الأصول الثلاثة؟ نصيحة العلماء فتح الله عليه لأنني طالب أنا لا أعرف الذي يصلحني والذي لا يصلحني. أسير على هذا الطريق أصل بإذن الله كما يصل الطبيب يرجع يتخصص ويدرس قرر على الكتب ثم إجازة ثم كذا ثم كذا. إذا لماذا ندرس الأصول الثلاثة؟ نصيحة العلماء. وسوف ترى إذا جاء الغباء أفرص ركبت أم حمار ترى إن شاء الله تعالى ثمرة دراسة هذا المثل والبدء به. هذا السؤال
السؤال كم؟ الأول والثاني والثالث. ما هو السؤال الأول؟ تسألني ما السؤال؟ إيه نعم، أنا سألت أسئلة. كم سؤال سألت؟ قلنا لابد قبل البدء من دراسة الأصول الثلاثة من أسئلة. نعم، لماذا ندرس التوحيد؟ الله أعلم. لماذا اخترنا دراسة مثل الأصول الثلاثة؟ سؤال. نعم. فتح بعد. طيب، السؤال الثالث قبل البدء بالدراسة، لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس مثل الأصول الثلاثة؟ السؤال الثالث، ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ أنا لا أعرف الأصول الثلاثة. أريد أن تبين لي هذه الأصول الثلاثة أو أريد هذه الأصول الثلاثة باختصار. تعرف؟ معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. الأصول الثلاثة باختصار أسئلة القبر. أسئلة تسأل في القبر عن من ربك؟ ماذا؟ عليه الصلاة والسلام. الله يفتح عليك. إذا السؤال الثالث أسئلة الثلاثة الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر، وارتع أي واحد يسأل ما هي الأصول الثلاثة تقول باختصار ما حتكلم إلا اللي وجهني السؤال أو يرفع السؤال. هي أسئلة هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع يسأل بعض الطلاب هدانا الله يعني لم يعرف الشرط الأول من شروط الدورة، قال أريد جائزة حتى أحضر هذا الدورة، أريد تعطيني جائزة، أنا تعبت وتكلفت وشرفت وكذا، أريد جائزة. ما الجائزة التي يعني أجريها من دراسة الأصول الثلاثة؟ ما الفائدة؟ فائدة والجائزة أنه إذا تعلم ثم عمل ثم دعا في المصطفى أجاب عن أسئلة القبر. جائزة؟ والله نعم جائزة. صح؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، هذا أعظم جائزة. استفدت أكثر من هذه الجائزة. صح؟ تحقيق هذه الجائزة. طيب. السؤال الخامس. فهرس في الأصول الثلاثة. من يستطيع أن يقول لي محتوى الأصول الثلاثة؟ أنت تقول قرأت عرفت ما في الأصول الثلاثة. ماذا فيها؟ طبعا. ماذا فيها الأصول الثلاثة؟ إيش فيها؟ معرفة الأركان بالنسبة لمعرفة العبد ربه. معرفة العبد ربه ودينه هذه هي الأصول الثلاثة. غيره إيش فيها؟ ما فيها شيء. ما فيها شيء. هذا معروف. ما في داعي أن نؤلف الأصول الثلاثة. يعني جاءني واحد يوم من الايام قال انت تدرس الاصول الثلاثه؟ قلت نعم. قال لا اترك عندي ملخص الاصول الثلاثه. ما هو؟ قال حديث جبريل عليه السلام يكفي عن الاصول الثلاثه كامله. هذا مسكين ما عرف الاصول الثلاثه اصلا، ما عرف المتن ولا الله ما خرج منكم. ما هو محتوى الاصول الثلاثه؟ يا اخي اسال واحد يقول ما هو محتوى هذا البناء؟ تقول هذا البناء له ثلاثه ابواب وثلاث طوابق، في كل طابق ثلاث ابواب. وفي كل إيه؟ هذا دليل اني اعرف البناء 100%. صح. اما اجي واحد تسال ما هي الاصول الثلاثه؟ اقول الاصول الثلاثه اصول ثلاثه. ما لديك؟ قال فيها علم. ما لديك؟ قال ما لديك. درس؟ لا. قرا؟ لا. ممكن قرا يقرا ولا يدري ماذا يقرا. هذا تحتوي على امور خمسه تعيد عليها. كم؟ خمسة أشياء مهمة عنده. يعني هذا فهرسة الأصول الثلاثة. كم؟ خمسة. الأول المسائل الأربع. الأول مسائل الأربع. هذا الدرس اليوم. إلى الآن لم نبدأ بالدرس. والله ما بدأ. المسائل أربع. وهذه سورة العصر. علم عمل دعوة صبر. مفهوم؟ هذا الأول. طيب. الثاني المسائل الثلاث. المسائل الثلاثة غير الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة أسئلة القبر. مسائل الثلاث تأتي معنا أن الله خلقنا ورزقنا. طيب القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد؟ أول درس. القسم الرابع شرح الأصول الثلاثة، شرح أسئلة القبر. الخامس الخاتم بسم الله. الأول المسائل الأربعة. نعم. والثاني مسألة أربع هي سورة العصر، علم وعمل دعوة صلاة.
الثاني مسألة الثلاث. ولا بد أن تفرق بين مسألة الثلاث وبين أصول الثلاث. مسألة الثلاث تأتينا. الله خلقنا ورزقنا من دون عمل. طيب الثالث لماذا ندرس التوحيد؟ الرابع شرح الأصول الثلاثة. والخامس ختم الله لنا ولك بالتوحيد. أنا ما بيني وبين أحد أعداء إن شاء الله. أنا أريد إخواننا نتعاون نخرج من هنا بفائدة. طيب أوقف. ممنوع الكلام. ما هي الأسئلة الخمسة؟ سؤال الأول. هذه أقسام لا تتكلم. خليك واقف. تعيد علي أنت. لا خليك واقف. سعيد أنت يا أخي. أنا أهتم كثير الذين على المتكئين. هذا المتكئ يعني مفتاح. أي شيء أخذناه اليوم في الدرس ولا أي فائدة أبدا. وأنت فائدة واحدة. لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا؟ لننجح في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى. معرفة الأصول الثلاث. أي نعم. أنت سجس. معرفة الأصول الثلاث. نعم، ما هي الأصول الثلاث باختصار؟ السؤال القوي. الله سبحانه وتعالى. بعد. الكل يسأل ما عندنا شيء. نعم. أي فائدة؟ نعم. أي فائدة أخذناها اليوم؟ طيب من يعد لي الأسئلة الخمس قبل الدراسة؟ أسئلة خمس قبل الدراسة. أنتم إيش عندكم؟ عندكم كتاب؟ لا أوقف. نعم. ما هي؟ ما هو التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد؟ السؤال الثاني. أهمية التوحيد. خلاص هذا الأول. أجلس. من يعرف السؤال الثاني؟ نعم. السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد؟ السؤال الثاني لماذا ندرس الأصول؟ لماذا اخترنا دراسة هذا المثل مثلا الأصول الثلاثة أمام الطلاب؟ نصيحة العلماء. نعم. والسؤال ما هي الأصول الثلاثة؟ باختصار السلف القول. الرابع. الرابع هذا الثمرة ما هي الثمرة؟ ما هي الجائزة؟ لأنه كثير من الطلاب قالوا ايش جائزة اخذ من الدراسة هذه؟ ما هي الجائزة؟ الجائزة قلنا إجابة عن أسئلة القبر. نعم. ثم الذين عملوا القول الثالث الخامس ما هي الأصول؟ ماذا تحتوي الأصول الثالث؟ محتوى الأصول الثالث فتح الله عليك. فتح الله عليك. من يذكر مين فهرسة الأصول الثالث محتوى الأصول الثالث؟ والبقية هذا غير سمعي. اخوانا ما راح حطيت الإدراك. نعم يا أخي. المسائل الأربع. المسائل الثلاثة. والأسئلة الثلاثة. المسائل الثلاثة. نعم. لماذا ندرس التوحيد؟ شرح الأصول الثلاثة. ختم الله لنا ولكم. طيب من يقرأ لي مقدمة الأصول الثلاثة؟ مقدمة فقط. مقدمة الأصول الثلاثة. نعم. أنا؟ نعم. كتاب الأصول الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الأصول الثلاثة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أعلم رحمك الله. قل قال المؤلف أحسن. قال المؤلف رحمه الله. أعلم رحمك الله. أعلم رحمك الله. بدأ يخش اسمع إلى تأليل. سمى أولا بدأ بالبسمة ثم دعا للطالب يدعو لك. وهذا فيه المؤلف يرغب أن يكون خير الحق للطالب. نعم. يجب وجوبا. نعم. لزاما. نعم. تعلم هذه الأربع مسائل والعمل بهن. طيب فتح معنا.
هذا الدرس الأول. أنا أبدأ بالأصول ترى. ما هي الأنشاء الآخرة؟ الآن أخذها. سبحان الله. نعم نعم. أوقف، ما حد يتكلم. العلم. العلم. العمل به. والعمل. الدعوة. والدعوة. الصبر. الصبر على الأذى. هذه المسائل الأربع سورة العصر. ما الدليل على المسائل الأربع؟ سورة العصر. فتح الله عنه. إذا لابد أولا تتعلم. تعلم تعمل. وإذا لم تعمل أول من يشعر بالنار نسأل الله السلامة والعافية. عالم تعلم به ولم يعمل، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عصاه مثلا. هتف العلم بالعمل، العلم ينادي العمل يكسر العمل، يقول تعال رد عمل، فإن أجابه رد عليه وجاب، وإلا ارتحل لا علم ولا عمل. لا الله أكبر. عندي سؤال، لو جاءك إنسان قال اسمع أنا أخاف أتعلم وما أعلم، طيب ماذا تصنع؟ قال لا أتعلم حتى لا أعاقب على ترك العمل، ماذا علم؟ تقول لا لا تعلم، توكل على أحسن، تكون جاهل حتى لا أحسن، تتعلم ولا تعمل شيئا. ها ما تقولون في هذا؟ لو قال لك قال أنا ما أريد أتعلم، لماذا؟ قال إني أخاف أتعلم ولا أعمل، فأنا لا أتعلم حتى لا أعاقب إذا تعلمت على ترك العمل. ماذا تقول لهذا؟ بسم الله. هو واجب عليه العلم وواجب عليه العمل. الله تعلم. واجب عليك أن تتعلم وواجب عليك أن تعمل. ثم عندنا ناقض من نواقض الإسلام، نواقض الإسلام عشر، منها الإعراض عن دين الله بالكلية. لو أعرض عن دين الله لا تعلم لا توحيد ولا صلاة ولا غير، هذا مسلم. الإعراض عن دين الله بالكلية، إذا هذا هو يريد أن يصل إلى هذا، إذا ناقض من نواقض الإسلام صح؟ نعم. فتح الله عليك. إذن أول لابد تتعلم العلم، العلم واجب، أوجب من واجبات التوحيد، ثم بعد هذا يعلم، ثم بعد هذا يدعو دعوة إلى الله فيه. طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم بعد هذا يصبر على هذا. ماذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى بالصبر؟ ماذا الصبر على الأذى، الصبر على الأذى لأن طريق الدعوة شاق في مكتبه. لا فتح مالك هذا صح جزء من الإجابة، لكن هو ما أراد فقط الدعوة، أراد أن تصبر أولا عن علم. فهمت؟ تصبر على ماذا؟ على العلم. تصبر يقول تحفظ صرفا تقول سمع وطاعة، تدرس وتحفظ كتاب التوحيد الأصيل وتحاول، اصبر والسامع يحفظ، اصبر على جفوة المعلم فإن العلم في زهراته. قال إذا غضب عليك المعلم هذا العلم، اللي يغضب عليك هو محب لك. فهمت؟ بعد السوريين يقول ارحم اللي بكاني وبكي علي، ولا يرحم اللي ضحكني وضحك الناس علي. صح؟ واحنا عندنا نقول من دبك حبك، من دبك حبك، اللي يشد عليك صح يقول احفظ وراجع ولا تتكلم هذا محب لك. اما لو قال ما شاء الله شيخ الاسلام روح لا تحفظ ولا تسمع ولا تدع ولا هذا، هل يحبك؟ لا والله ما يحبك. صح؟ قال اصبر على جفوة المعلم، اصبر. اي نعم، لازم تذوق مرارة شوية حتى ترى الحلاوة بعدين.